الريايل هالايام ما يطالعون الحرمه، يطالعون مخباها متروس نياطين. زمان اول ولا الحين الريال ما يطالع الحرمه، يطالع مخباها متروس فلوس ولا لا؟ فهمتيني؟ يعني الحين يبون احنا ندفع المهر؟ عليك نور. وين استوت هذه بعد؟ الريال يدفع المهر مني ويعتمد على راتب حرمته مني، يعني يرد ياخذ المهر اللي يدفعه وعليه فوايد وبالاقساط. فهمتيني؟ اذا تبين الريال يجيك لازم تشتغلي. انا اشتغل؟ انا ما اشتغلت عقب المدرسه، بشتغل الحين يوم استوت شهادتي بايته؟ سوي لك مهره تشوفيني انا قدامك لو بعتمد على الشؤون كاني مت من اليوع. سوي لك مهره والريال بيجي يركب. مشكلتنا يا صالح ان احنا اعتمدنا على مبدا التزكيه، فلان يوصي علتان على فلان، وبشي بنخسر وايد، والخساره تاتي من حيث ضعف الاداء الوظيفي، لان فلان يوم وصى علتان خذت العاطفه. اي نعم، وناك عاده فلان يمون على علتان وعلتان يمون على فلان، وبكذي تشوف الناس كلهم يشتكون من 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 الخساره ومن الضعف الاداء الوظيفي. هذا ما بكر معاليك يطلع الفنر. اي فنر وي؟ هذا ما بلغز معاليك. لا لا ما بلغز، الله يهداك انت يا صالح، لغز شو بعدك؟ شوف معاليك، ترى انا شغول. صح شغول زين، يعني اكد في الشغل. صدق حتى يوم قعدوني اعطوني تكريم. ها التكريم هذا يا صالح. ايدي اشارت. الله برخصتش. حياة الله. عاد لا تقطعينا ان شاء الله يا مريم. وسلمي على حمدة. الله يسلمك من الشر يا امي. اللي اقول لك اظني الحين فهمتيني يا مريم. بفكر. يا الله، مع السلامة. انت يا ابني اسمك حسب الاوراق اللي موجودة قدامي سالم محمد سالم. اسمي سالم. شوف انا هقول لك حاجة، حاول نبدأ مع بعض. ممكن تحكي لي عن طفولتك؟ طفولتي؟ ايوة، حاول تفتكر اي حاجة عن طفولتك. سيب اللي في ايدك. اخيك راحت علينا. لا لا يكون رخصوه بس، يعني الحين هو معقوله نش من الغيبوبه؟ والحين ما له غير مكان واحد، عسيفه البحر. شقه عسيفه البحر؟ شو بيسوي هناك على عسيفه البحر؟ انتوا نسيتوا يوم يبغى يكتب قصايده يصير عسيفه البحر؟ الصراحه أول مرة يقول شيء صح. أوه بس 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 أنت وياه عن عسيفة البحر، أنا مو واحد تو ناش من الغيبوبة بس يسيد البحر تشي وسمكي. عيب وين صار؟ ما في حدا هون؟ كلومي؟ كلومي؟ هلا أبو نزار أهلين. أنا هني ما عليك أحسب عملات مالي. قول بدي منك يعني أنا مستعجل وبدي كرتوني. كرتوني؟ أيوة بدك كرتوني. وبشو بتشتري ان شاء الله؟ بالبات ولا بالكوري؟ ايش كوري وايش بات انت التاني؟ بات، هذا بات، بات جني ان شاء الله في راسك، هذا كوري خذ كورة بكره، ما تشوف؟ يا زلمي انا بدي منك كرتوني، عندك ولا ما عندك يا اخي؟ وش حقك تبغى كرتون بو نزار؟ يعني بدي اياهم في شغلي. ليش تسال يا كلومي؟ ها عشان اعرف كم حجمه وشو حاجه تبغي وشو بتحط فيه، شيء كبير صغير غراش مثلا. يا كلومي انا 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 انا, أنا بدي وخلاص يا اخي، بدي وخلاص. بو نزار مو علينا حبيبي، نحن خطانج قلينا. قول اعترف. هو تحقيق يا زلمه، بدي اياهم، عندك ولا ما عندك؟ بونزال قل لي بالسرق كم غرشة زيت زيتون بتحط داخله؟ رجع لنا هالقصة ثانية. شوف بونزال حبيبي،
انت اسمع كلامي تاوعني يا ريال، بتكسب وراي الذهب، بتكسب ذهب صدقني. بديش اكسب ذهب وبديش اكسب المليون، بدي منك تسيبني في حالي يا زلمه، انا بديش ابيع بدكانتك، هو بالقصب يا زلمه بالقصب. هذا اخر كلام عندك؟ اخر كلام هذا. نسيت بونزول حبيبي، برز نفسك حقسم البلديه، المسنع اللي مسويه داخل البيت ترى مو مرخص، ها؟ وانا رياش حكاش حكاي، بصير ابلغ عليك البلديه. خلاص بديش منك هالكرتونه. ها تعال بونزول شريتها يا جبان، بس وين بصير؟ انا وراك وراك والزمن طويل. اقولك ما ادري وين صار، اتصلت بامي تقول ما تعرف عنه شيء، قالت يمكن طلع رحله ويا ربعه. انزين يمكن هو صدق طالع ويا ربعه. اقولك عيست وانا اتصل تلفونه كله مغلق. انزين لا تتشائمين، يمكن هو طالع ويا ربعه وتلفونه مفضي. يقدر يتصل بي من تلفون ربيعه، اكيد في شيء قلبي معورني. عندي فكره، شو رايك تتصلين بالشرطة؟ الشرطة؟ إيش حقه؟ لا يا ميث، سهر مو مثل ما تحسبين، سهر إنسان حساس ومؤدب، ما يقدر يسوي شيء. جربي، شو بتخسرين؟ يا الله يا الكوس يا الهطالي، يا الله قيال وباتي نوح. يا الله يا الكوسية. الحق علي يا بمرسوك، الحق علي، الحق علي، الحق علي بمرسوك، وكلومي وراس وعلف سيف لا يبلغ علي. استهدب الله يا ريال، استهدب الله، شبلاك شبلاك. استريح 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 استريح. هاي ثاني مرة يهددني يا ودي رزق الزيتون ويبيعه في دكانته وياخذ 25%، يا يبلغ علي قسم الصحة في البلدية. يا بي يا بي، وانتو ما بتخلصون من هالمناقر هذا، جكم الديات انتو باثنينتكم. يا ابو مرزوق هو مش سايبني في حالي يا زلمة، انا ناقص اسرائيل لما يطلع الكلومي. اذا تعال بتتحقق ما تتشارك وياه، بدل ما تتراكض من دكان لدكان من بيت لبيت، ويتشارك وياه في الدكان وحط اغراضه واغراضك نفس الشيء. انت شو بتقول يا زلمة؟ انا جايبك عون وتصير علي فرعون انت الثاني. ان شاء الله اهون معاليك. يعني في الم شويه لكني اعتقد انه بيخف يوم باخذ مسكن الالم وعصير فواكه. سي الله يهداك معاليك الحين، يعني يوم بتخترب سيارتك ولا بيخترب الرود عندك، اي بنشرجي البلاد متروس بنشرجي، وده بنشرجي ب70 درهم بيصلح لك الرود بلا حصد طال عمرك. تخيل يا صالح لو البلاد ما فيها بنشرجية، بالله الناس شو يسوون يوقفون سيايرهم؟ لا يا صالح ما يصير. شوف يا صالح، البنشرجية هذيلة ما يحترمون الناس يا اخوي. هي هداك بس معاليك، هاي مثل سالفة اللمبة اللي تشتريها ب100 وتركبها بريال. الحين الله يهداك معاليك، انت ما سمعت على المثل اللي يقول اعطى الخبز خبازة؟ هاي مثال، هذه نحن ما حد مودينا في داهية غير الأمثال العربية هذه، خبز الخبازة، وإذا احترق الخبز بالله شو يسوي الخباز؟ إيش كي احترق الخبز؟ هاي مثل سالفة الفنر معاليك. الفنر؟ إيه. إنزين جربنا من البيت نحن؟ سايرين البيت معاليك، إن شاء الله وصلك. هذا خامس مركز شرطة وكلهم ما عندهم خبر عنه، يا ربي وين سار؟ انتي تحبينه وايد؟ هذا خطيبي يا ميثة، والمفروض نملك أول ما يستلم وظيفته، شقا بعد ما أحبه وأخاف عليه. وهو يحبك؟ سار هذا غير عن الناس، كل شعره اللي كتبه كتبه فيه. انت ما تقول لي في شو يا ساتر مسا؟ حمدو رفت أخذتي على أمك؟ عمو احنا، انا سايرة حمدة تمي، اصلا عمو جاي تسألني اذا محتاجين شيء. لا ما اسأل، لكن سالفتكم فيها شيء. حمدو تراك من زمان ما يأتي بيتنا. عمو ليش الاحراج عاد؟ لا حرجت ولا شيء، قولوا لي شو السالفة، خليني يالسة فقيرة روحي في الصالة على الاقل، قولوا بنزقرها تيلس ويانا، ولا خلاص قلتوا رمستي رمسة عيايز ما تيوزلكن. سمعن بقولكم، ترى أنا مثلكم ما بعيوز، أنا مثلكم شباب، أبغى أعرف عاد حين يقولوا لي شو السالفة.
سلامات سلامات معالي، الحمد لله على السلامة. سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله. تفضل معالي، تفضل. راسي كاش. سلامات سلامات سلامات. شوي شوي الله يسلمك. شوي 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 شوي. إن شاء الله أهون إن شاء الله الحين. الحمد لله الحمد لله والشكر. حد الله يهداك معالي، كذا سيارتك خربانة زقرني، تراني ميكانيكي أعرف أصلح. مهم هذا مهم. ليش مسكتها؟ ليش مسكتها؟ الله يهداك. سلامات سلامات. خليها كذي خليها كذي. إيه لا صادق على. خليها كذي. مهم معاليك يعني أنا مهم؟ لا، التكافل الاجتماعي اللي تعبر عنه هو المهم. حشا معاليك ما كفلت حد راس مالنا، خدامتنا اللي كافلنا بس. خدامة ها؟ عرب وين؟ طنبورة وين؟ تفضل بي تفضل. تفضل. إن شاء الله معاك. تفضل. خدامتك قال ياه. هاي راس. وهاي هي السالفة يا عمو، المسكين ما بعرف ايش قالت تطمن عليه. حبة تخبرك انت، امك ما تتخبر عنه. أم حرمة عودة وعندها القلب، قالت يمكن طلع رحلة، خفت زيغها علي عن يستوي بها شيء. وانا اللي قلت عندكن سالفة فيها خير، طلعت سالفتكم مسلسل مكسيكي. عمو ما بتساعدينا؟ بس انت اسكتي ما يخصك. شوفي حمدو، ان كان عندك رمسه مثل هاي تعالي لي انا، ما بترمسين ميثو ترى هاي ياهل صغيره. خالو انا ما عندي حد، وانا ما اقدر اتفاهم ويا امي، هي كلها مشغوله بدكاكينها وعمالها ورخصها تجاريه. عيل اسمعي، يوم عندك سالفه مثل هاي تعالي لي انا ما بميثو، وحين خليني اشوف لي حل وش قبل اتصرف في سالفتش العويه. ولقد توقفت مهنة الغوص في الخليج عندما أنتجت اليابان اللؤلؤ الاصطناعي. أقول يدي؟ يعني اليابانيين هم اللي وقفوا الغوص عنكم؟ يابانيين؟ شلهم اليابانيين مساكي؟ يابانيين ما لهم شغل؟ أنا والله ما أدري، ما أدري أنتوا شو يعلمونكم في المدرسة. اليابانيين ما لهم شغل، اللي وقف الغوص سالم، سالم بن هلال. هذا ياباني؟ إذا سالم بن هلال ياباني، أعيذ أنا يدك أطلع أسباني. سالم بن هلال هذا يا ولدي نوخذه، نوخذه من البلاد، وعنده محملين، محملين يمدن الغوص، وعلى كل محمل 30 قيص و30 سيب. بس هني مكتوب. وين؟ في الكتاب. اطلع اطلع، اسمي مكتوب وياهم. حلوة حلوة والله العظيم، حلوة يدي، حلوة يدي، حلوة يدي. شو عيد يا بعد هذه الحلوة؟ نو 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 نوثينج. يدي شوف هاي الصورة، تشوف هذا الرجال اللي لابس وزار فوق اللنج في هاي الصورة؟ هي هذا شوعي. What that؟ ها؟ سوري، شو هذا الشوعي؟ هذا محمل أول يمدون فيه القوس،
ما بكنا هذا محمل يمعمل ثاني؟ يدي هذه رسمة مو بصورة حقيقية. هي لعبت حد شافه ورسمه. أول يا ولدي الانقريز ايونا على السيفة ويعكسونا. شو يسوون؟ يعكسونا عكس يعكسونا بالمحبرة مالهم هذه اللي تلبق. او ماي جاد. ها؟ ايه زوجها ما خير. يلا انا على لحم بطني. اقول لك الحين انا الاكل هذا كله باكله، وين ميثو وين خلود وين الشيبه؟ ميثا خلاص تعشت وهسه بحجرتها تكتب. وخلود جالس ويا الشيبه. تعرف يتضاربون على تاريخ الغوص. تاريخ الغوص بكبره. ايه اخويا بقول لك شيء. تعرف ساهر ولد العيوز عفروه اللي ساكنين بطرف الفريج؟ وحسبي الله على تفكيرك. الحين تخبلتي يا بنت امي وابوي تخبلتي. انت وين وهو وين؟ انت كبر امه. الحين من ياب هالسالفه؟ انا اسالك تعرفه ولا لا؟ اعرفه، اشوفه بيمشي في الشارع شرات العنز اللي مضيعه ربعها. هو مو بعنز، هو حليله شاعر. شاعر؟ بلا. هو حليله، امه تدوره من يومين فقيره، ما تدري بوين صار. وحمدوه يا يتن تدور عليه. تعرف يعني هاي المخطوبين. زين الحين هالخروفه يا اختي شو وراها؟ اقول لك الولد مختفي من يومين. امه وحليله مسكينه تشسيحه وقليله تشوف، يعني ما بتروم تقدر تدور عليه. زين والمطلوب؟ المطلوب انك تاخذ اجر فيهم وتدور عليه. ان شاء الله يستوي خير. الحين قلت لك يستوي خير. بتدور عليه؟ هي بس الحين في الليل الله يهداك. اخر مره انا ما طالب بيض. هي بس الشيبه كله ولا بيضه خلصت. تعشي العشاء هذا كله بروحك في امان الله. لا ودب الله زودت شلك فيه وش تباه؟ خلي يترزق ودب الله. انت ما تدري يا غلومي ان قطع العناق ولا قطع الارزاق. والله كلامك حقيقي يا ابو مرزوق. قطع العناق ولا قطع الارزاق. اسمع هذا ابو مرزوق بنزال مسوي مصنع داخل بيت سكني، يعني مكان غير ملائم للتجاره، لا بدون رخصه بعد. زين انت وش لك في الريال عود بالله مناشب منه؟ كانك مستول من عائله مال بلدي. خلوه ويا البلدي يدق بحزن وانت ايش يخصك عود بالله؟ لا 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 كلا وعلفك هلا. الساكن عن الحق شيطان اخرس، هذا يسمونه تستر على جريمات. سويتها جريمه يا الظالم. انا ظالم يا ابو نزال؟ دير بالك ها هذا اسمه سب وقصف علني. ما قلت لك مش ناوي تجيب هالبر يا اخي سيبني في حالي. طيب شو الفايده لما تبلغ البلديه ويجي يخلفوني؟ انتم بتيوزون ولا ما بتيوزون؟ انا وراي دشت بعرود بالله منكم، ولا تراني بصير عند معالي الوزير السابق مش هذا وبقول لكم انتم تسوون بلبله وقلقله داخل الفريج. انا بسوي بلبله وبسوي قلقله وفندقه وزندقه بعد بكيفي عاد. انت شو يخصك انت؟ هل كيت كلب عليك؟ كلب ما حد غيرك انت كلب و60 كلب. ما قلت كلب احترم نفسك. احترم نفسك قلت بالله بلا يوزو يا جماعة يوزو ما بزيت لا ما بزيت قلت بالله زين ما بزيت زينيكم. الله ياخذ ابليس الله يغارب بالخمة دموي الله ياخذ. ما انا عارف انك ساكن في بيت، امال يعني ساكن فوق شجره؟ البيت ده في انهي منطقه؟ في انهي فريج؟ في انهي حاره؟ ها تليفونه بعده مغلق. اصل ابوك ما شال تليفونه، حتكون طايح في الحجره. زين دق على حمدو. اتصل بحمدو وشو اقول لها؟ انا بقول لك يا حضره الضابط، انا رحت لدكانة كولومبية زي ما قال ابو مرزوق في اعترافه. ليش بنتي كلامي فارغه؟ قلت يعني يمكن ما يبقيهم. شوف شو سوا فيني هتشوفها.